ساهمت الجزائر في الدفاع عن حقوق الشعب المستعمرة في أنغولا، الموزمبيق، زيمبابوي، غينيا بيساو، جزر الرأس الأخضر، ناميبيا، جيبوتي، جزر القمر، تيمور الشرقية وغيرها، وذلك قناعة منها بأن الاستعمار منافياً للنسق الدولي لحقوق الإنسان ومهدداً فعلياً للأمن والسلم في العالم. ينبع نضال الجزائر من أجل التحرر في العالم عن وفاء الأجيال لتضحيات آبائنا وأجدادنا من أجل الكرامة الإنسانية والتحرر من الاستعمار.